أول خبصنا يا وحي إسلامنا عودي أرجروبان أنا أنا نقول رينا يا نكين نوري حيو نكين نوري حيو والله كنا ذلك سألك سكنا وداي يا رو على وحر الله بس سمالنا يا رضا إنه صدر ثور تيجي نتقال كي مركا والله هو كرب تاجن أنا وطن سمالي لا هو كرب تاجن هاي تقال كسر هو حق والله تقال كل يوم حق هو حد تقال صدق وأنا جهاد على من هنا مريك كلا يودن تاجر يا ولدي يا وحدوني تاجر حمص أنت كقاعد بس هرتو ما أنت شخصي ولا بي سعيد فلسطين كل شيء قاعدين ولو قال عالم كله قاعد حلا من كسر شو كان سلام جوجل يودن حلا إلى تبيو فلسطين تاعي إن سلاي هاي طول سلام كأنه مر البالي كنا وين دعائنا ده إنه قال كسر شو نحلم ما ودنا وين دعائنا مركز السلام كشوف أنا أقول بينه إن شاء الله يهودنا لا يشوي. هو أنقص وسلام عليك سلام أحمد عبد الرحمن يسبر أنا لو أنقص هذا حق بيجي من حق الوجود تعلمي سلام ملك سلام قرار دبي يبغى تيجي تأخذ دبي يمكن أنا يقى من حلك حي لو كان يعرف على هذه السلام لو كان سلام كبي يهود لو خاب سنة والله دانو حاجة بقى أنت والله الصوماليات أو أنت دب كتيري أو ما أنت من حلك حي أو لمك إسكالي waxaan dhila dan guulba marka falastiin marka nimanka waxaan dhila daalkiin si wada wixii wax tarayowna dagaalka ha aadaan oo de nimanka wax tar kariga nimanka waxaan ku baaqayaa nimanka inay iska celiyaan anuu waadiya ha hadii makaaniga hadaan lay baahdo waa qabanay anuu anaga wixii islaamaad ee wajceliin inaan dagaalka galo oo maadaama nimanka yahuuda la jaadiyo nimanka anuu waxaan dhila gobolka baa laga qaaday caasimadda baa laga qaaday nimanka kullu waa la dhimanayaa marka waxaan dhilaa nimankaasni oo halalaayo albaabey meeshii lagu arkaba nin iyo gaad baa meeshii wixii lagu arkaba laga halalaayo hadda dagaalka falastiin ka socda waxaan arkaa heedh dareenkayga hadaan eego deerta falastiin oo caasimad kara israayil de waxa leeyahay burburiyo baabani damayda hadii la calaantay kare oo la hanta gila ka qaybana ka qaadagan ha وحوي يهودا وقت جاد وارد ماضي يهودا حلقيني محمد يلا عين نوش يجن سوال الإسرائيل ما توب لابمي فتوب دي أكتوبر باوير اللقو قاضي حبت ده دي أيك ده يعني يكن تالو دي يهودا يلا هاي بيو خدي يهودا والله غبص ريا وحي إسلامنا عودي أرجعوا ده أنا أنا نقو رينا يا ودني كنور هايو نكين نور هايو والله كنا ذلك سالك سكت وداي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيت المقدس مركل الأمين يا هل كيم بلوك تبرك قاضي وقانته ويفرط على السماء يدوك ويسكفرين هل كسائل هيك قاضي يا ورنك حق هيو كلاعك هيو كحق هيا لعكت تبي حال متيار كرونه قاسن كاضي يا وحق وشي حقا قالوا دونه ويجبت يهود دونه ويجبين وكوار ساس تودي حبته وعيد لنا كنده تجيا وانت كله ناكله وعنتين لا يصدق تقو حافن دور إن شاء الله فلسطين وين بربر تاجناي فلسطين وين بربر تاجناي وقائب نجمدا هي إنهم لا قائب كمدا وين ناي فلسطين إسلام كلو كلسنا يا وصون قريا دولة الإسلام كخليفة دونا وصون قريا سا غير قلب بقول سنة نبتل قديني بقول سنة قديني بقول كذي سنة بسيم كان صوت أبناء أكتوبر سنة كتير أكتوبر تدوبه ده دي بخويا كذا الإسلام قبل أب مسؤول بشارة سا وفين تنورو intan nool islaam go waxa leeydu ku halka ilaahay xusuuradii nasraab ma goga taadiyo saaskelle fisad ayaa imanaysa wala darkii aad xaroonina israayil iyo falastiin ka soo xor arkaa dagaal ay ku jeedayaan dadka reer falastiin inta badan dulmala ee lagu dul noolaa imaanta heeriyad iska tuureen laakiin waxay waayeen garabkii gaashaankii umada islaamka ay waayeen waxay waayeen garabkii carabta ay waayeen carabti waxay noqotay bar casiirka habaysa oo nafiska u dhacday يبر لديباتين يو أو ماله ولا بقولي يو لقو بربرين يو مركها والله هو كرب تاجن أنا وطن سومالي لا هو كرب تاجن هاي تقال كسر هو حق ولا تقال كل شيء مك حق هو حد تقال صوضة وأنا الجهاد فهلا يقف كي عادين حكاية قبنا كنا يا ما فيل وحكاية قبنا كنا وانا فيل كوا فيل وحكاية قبتا قف كي عرب وحكاية قبنا كنا وانا عرب وحكاية قبتا قف كي نية تكن كنا وانا نية تكن على تقال كا يهود أيكو وطن فلسطين إنك استوي جاوا تجمع حوكي سو قاري أو ما أنت قال ذي أردنا ولا قال لي سو وعلى إن تجمع كين وصل صلاة أو ما الإسلام كروه مدوه إسا عرب تروح على إن قاشان كين يقرب كين سو استاجا أو كاه مسنا ولا لذي يصير لوك ليا كاه مسنا سو ما ذي لين كسر إسكت تماري يتو على إن يدو كنا أبي يدي واحد ترى إسام با هو ترى أو قلوب تكنا تقال قال كاك صلاة فلسطين هقولي ستان لا يترين كي هو فلسطين الله يا صاحب
يا وعن خضر يا شاء الله وعن كل بيش الجودة هذا كمان قدر نقول كي كان يستين إسرائيل فلسطين والفقه هذا نابا كوري يا أورت فقرة تيدي يا روح وعن لا وعن رلا هذا سمالن دي أرض هاي نص هذا ثور تيجي نتقال كي والله يتقال قصد هو تقال تي أنا سوقي نمر خرابة والله ده النهاردة يهود نوا توي تبارك هم بقدر نبيمر خرابة ويتي سوس سوس ما قرأت بقارد عنو ده حوجي هذا كم كم تاجر كرنا وايد ولا كيف قلي لكن أفكاري قصدنا كتاجرين مسلمين تاع خاو حلاين هاي تقال كتشبين نوا قول المسلمين توصه ويتي أيقنا إلى هاتي بقارتي قدام ثوب تشبه يعني تقال خو مرضو حقا مسلم كا وكفر ورب أدوين ويان لكن زي ما بحق يهود كفرات وكفر أحسنني إن قال هذا البابي أنا واحد وكفر حو والله تقال مدد كان دين تيو سلام ماذا بعد شعرين وانا قربت هاجني تذكر فلسطينية تعرف تاع دول كوديو الحوك كوديو دين توديو هن تيو ديو حد بالقصة ورا راي تذكر دين نعيب صور رينا فلسطينيين تي الله مريو يلا كم هذا أذية تون قربت هاجني دم دم حتى سمن لامبا نهاية سمن لاين تي لكن أف ما كنت فاعل كرنا لكن إن شاء الله دين اللي قيل لها تقال كهون قيل لها وان لها يهودة مدام يهودة إلها بنا على إن يهودة الله تقال الله يقال هذا وجهاد وين وتقال كي وفعنا وين تقال قال وين وحنا مسلمين تهبوا لي استمان لها إن شاء الله مسلمين تبقى لو سرين دون تي إن شاء الله يهودة لو بلسن دون دولة لها أنا ونا درين كي قاعد بنقول حنا أي إسلام وطن كا فلسطين مرة بلقوا دولة يو مسلمين تهدون كمال ولا بلقوا دولة قالوا اللي باتوا كويس قاعد بنقول حنا أي مال ولا بدون كمال مسلم أمم تقال كده عمل قال كمان دعوة ما كان إن شاء الله واحد عدينا سواء إن إسلام نعيب كدون كوك بدين جاي إن شاء الله وطن كا وحنا مدعينا مريكا كلا يهودا تاجر يا ولي جاوا حضون تاجر وحمد مسلمين تكاد بس مركا أستاذ سوكس وجوجوني يا وحنا السلام عليكم فلسطين هذا ما سنتهي مركب كورات مجا عن صحة وعقار محمود معلم مركب معرجينا ميس اسمع عين الصحة مركب كلا أرنت غزة مكان وكذا كلا بنتي أرن هذا عكرا وايد وحين في لابتي تدبد أكتوبر مركب إذا ماذا حماس يدولان قادم تجانو قاد هريريسن مجال هذا غزة أو إسرائيليين تيجي تجناين قارك من عشروين أيضا. بسين تحسك تدم بيعرين تأرك إسكوسي شررتاي نبادرين عنا مركل فيريو وحاجري دولامة إسكو قاداين. حماس ما أنت تحس هولجل أرو فرشيسان أو أيقو ما قدرتاي هولجل كي دوفان تعلقسا أيقونا واقضي ويدو شكتي إني كفل غلينا يسوف. وحي ويرتي قبل فلدا دين على إسرائيل كي معناه دين على إسرائيل دي مش هذا حمار إسرائيل لكن يصدق بقلقف سيدو كلينتون وحاجة في توتة لقف عشية أعمال هرتي أو دين على غزة لوتي وحماس أي ودتي مركا أرنت أشوف هيك دم بي إسرائيل وحقيقة دي طلبة أدوين أو دوقين دين على مجال هذا غزة هو يبقى قد يجرته ومالنتي اللي حاد سعوته إذا الوزارة إسرائيل نتنياهو على الحوشة غين إسرائيل لصوه ويراري إنه يبقى خصبين يهين إنه يتلعبه قادان قالت مركا إسرائيل بقلالكم وعيدنا أي حد الديار سيقو حين قرشين يسا إنه يقودها أوقا شقسا ما حيك الله كل مكرتها مركا عيدن كيدو يقودها أوقا لان مجالك عرطة غزة وحرونة حماس لقينتا هاي وحرون وسيوين حماس ودقنت هاي ترجع روهران إسرائيل وحيس بديدين يبدأوا كشوا ما نقصوا فشل أنت طبعا لكن هذا مركان وحال لي هاي وكده وأنت عرنت السيد وارد وإسرائيل مركان وحيت في كريسان ما دام دولان وين وكل عين في العلم وين سميسو هاي عناقبة تنصار في مجال هذا غزة وملو الباء لجدو دومية سيدو كلينتون وحاله جيس دوكان ألف حفظا وحلو يعني وحكبة نسدح بقول يفنتم كن واسكري وإذا ماذا كيد كاي إسرائيل سي أولقال كان لو سمايو وحاني سليا هاي يفنتي أولقال كمان نقن دوانا ميت سعلان ونقن دوانا ميت ودقال أدك ودعوك وقدام بين ندي وحين نقن دوانا ندق عن طبعي سنيس إسرائيل ها قزة مركة هدى واقعضون اللي باتبنا آذن مؤو دران أيانا كتاقن محال لقد بوندد كرير قصة محا أفرن وإي سمايكرا
runtii gaza duqayn aa ku socoto sidaa ka warqabtid meel walbana oo ka goodoosan tahay halka meela u furan waa dhinaca rafah oo masar taasoo israa'iiliyiinta ay ku baaqeen inay dhinacaasi ka bixi karaan inkasta oo naftigeeda laleeyahy waa xiran tahay oo dhowr jeer duqayn ayaa laga geystay marka isbitaalada waxay wajahayaan xaalad aada u adag korontadii waxaa laleeyahy waa go-oday sidoo kaleeto hay-adaha gargaarka ee jooga magaalada kase waxay leeyihiin waa shidaalki waa naga dhamaaday sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay inaan shidaal helo oo dadka dhaawacay waxyaabahaasoo kaleeta lagu badbaadiyo dadka waxay wajahayaan runtii xaalad aada u adag oo ah xaalad aan la saadaalin karin dhimashada hadda dhinacaas waxay maraysaa ilaa 1300 iyo dheeraad dhaawacaintaas uu kasii badan yahay xogayaha guud ee maraykan wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka oo gobolka ku sugan dabcan waxa uu booqan doonaa dhowr dowladood oo gobolka ka tirsan sida jordan iyo masar oo kaleeto oo uu kala hadli doono arrinta iyo waxyaabaha laga hadli kara ay tahay in marin loo helo dadkaasi ay maraan si ay atleastii naftooda loo badbaadiyay dadka rayidka kaaduulaankaalid dhinaca kale xogayaha guud ee qaramada midoobey wuxuu ka digay in dagaalku uu fidi karo ma laga yaabaa in dagaalku gobolka uu ku fido dagaalka hadda sidaa ka warqabtid falastiin keliya kama socda oo sidoo kaleeto xisbullaahi gantaaladeeda qaarna waxay ku soo dhaceen israa'iil gudaheeda sidoo kaleetana gantaalo la isdhaafsadaa jiro israa'iil maanta waxay duqeyn ka geysatay suuriya oo waxaa la leeyahay dimashaq iyo xalab labadaba waa la duqeeyey sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha iyo dowladda israa'iil waxay eedeyn kala dul dhaceen iiraan oo ay sheegeen in faraheeda ay meesha ka muuqdaan inkastoo iiraan arrintaasi iska diiday oo ay sheegtay inaysan wax faraha ku lahayn marka waxaan isleeyahay dagaalka hadduu sii socdo cidda ugu weyn ee hadda la dareemaya inay kusoo biiri karto si toosa waa xisbullaahi kabacdina waxaa suuragala inay meelo kale inta kusoo biiri karaan marka haddii aan xal diblomaasiyadeed oo degdega aan la helin oo labada dhinac aysan wax un aysan ka wada hadlin waxaan u maleynaa xaaladda inay aada u adkaan doonto marka dalalka galbeedka iyo kuwa carabta labada dhinac ma ku qancin karaan inay xal gaaraan markaan fiirano dhinaca turkiga madaxweynaha turkigu hadda wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu labada dhinac uu kala dhexdhexaadiyo gaar ahaan weliba arrinta oo dadka la haysta ay ka wada hadlaan sidoo kale inta qatar ayadana waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay dhexdhexaadin gasho laakiin waxaa u malaysaa howlgalka weli sidiisi inuu u socdo israa'iilna ay ka go-an tahay ama ay ku fikiraysa inay howlgal oo dhinaca dhulka ay tijaabiso kadib markay duqeynta ay dhammaato duqeyntaasi kadib iyo howlgalkaasi dhulka wixii kasoo baxa natiijadeeda unbaa wadahadal la isla aadi karaa kadib aada u mahadsan tahay qaalid